شري ما حد ترخص وشري ما حد ترخص. تبارك الله عليك شحال مسراره زوينه شويه قريبه زوينه ملحه فوالا ملحه جاني الهمري يجوع كتمايل كلياسه كلياسه هذا كنستعملوها في شي حاجه الملسه تيخدم بها النجار شنو هي اللياسه صافي بعد حماري اللياسه هي اللي كي باش كيصاوب البنايه المرطوب كتمايل بحال هكا يعني كتمشي انت كتمايلي كلياسه تيقيقت باش معروفه مراكش الشمس الشمس حاره عمري سمعتها شعرها غسيق رطب طويل مفتوح مغلوق كحل كحل بقى كيباجباطي عليا واحد ساعتين كيهضر بزاف كيباجباطي سربوب واحد السربوب ديال بنادم طوال ديال بنادم طوال غيز ليه غيز ليه حتى علاش كيقلب الطريقه باش قلتيها انا فرشه راسي براسي حوايج بها نونين حوايج بها نونين زوينين هي نونين هي الشكل ديال النون مقلوب شحال هادي كانوا كانت اول مره عرفتو انتو نون مقلوبه ماشي حتى نون شري ما حد ترخص شري ما حد ترخص ما حد الفرصه كاينه مراكش الا قال لك شري ما حد ترخص ماشي يعني سير بحالك هي سير بحالك كنشرح لها انا اللي كنشرح لها انا اللي كنخسر راسي حضرتك تطفي حرقه الدماء حرقه الدماء هي تبرد الهوايج خبتية خايبه لا خبتية ما عرفتش ما كتضحكش لا خبتية خبتية ما تيضحكش شويني فيك شويني فيك هادي معروفه اوكي صافي محسوبه ليا هادي ديالي هادي شويني فيك نزينك زين فوالا سي سا فيه تكاثر بزاف فيه الهضره بزاف لا شي واحد فيه تكاثر بزاف ما عنديش مع فلان فيه تكاثر فيه زعما كيتكبر ما بقاش خصني نشرح لها فيه تكاثر بزاف هي هذيك تيكثر عليا هي حضرنا لواحد العشوي درنا واحد العشوي عراضه عشيه العشيه دونك بحال هكا هاد العشوي دابا مراكشيه فاش تقوليها يقولوا مراكشيه لا لا يمكن نسير اذاعه الحنك شنو اذاعه الحنك اذاعه الحنك 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 ماشي حتى تقولي عليه اذاعه الحنك ما عرفتيهاش كنقول شي حاجه ما عرفهاش على ديك داك السيد نال كنظلمو لا لا ما عندها حتى شي علاقه بالظلم ما عرفتش حتى يهضر بزاف فيه الهضره مش حد فيه الهضره فماشي ما تنفعك بوالو غير بالهضره اذاعه الحنك اذاعه الحنك شحال جبت انا ولا شحال جبت هي شحال جبتي انت انا شحال جبت لا 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 ما اتفقناش على انا واقيلا خسرت انا قلت 6 ولا 7 بارابور لو شنو 6 7 صراحه بزاف ديال الحوايج اول مره كنسمعهم ما عمرني سمعتهم كاع واخا كنعرف هي كتعرف مراكش ولكن الشعوي صراحه جداد فوالا زوين داكشي صراحه كلمات جداد ما عمرني سمعتهم المهم شكرا على الاستضافه ديالكم هادشي غيدخلها ولا لا